السلام عليكم، سنة أولى. عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الزحف على طنجة، اللي هو الفصل 14. طبعا احنا خدتوا الفصل اللي فات، اللي هو كان الفصل 13، اللي كان بيتكلم عن معركة المصير، وانتهى بانتصار عقبة في معارضه المعركة. وعرفنا قد ايه المعركة دي كانت مهمة، لانها كانت بتحدد مصير عقبة ومصير البربر. طيب بعد انتهاء عقبة من المعركة وانتصاره، قرر ان هو يستريح. طب وكانت الراحة بالنسبة لعقبة هي اداء الصلاة. النهاردة هنعرف بقى ان عقبة قرر الزحف على طنجة. امر بعد ان استراح المجاهدون، امر عقبة الجيش ونادى فيهم بالرحيل الى طنجة، فانطلقوا تجاه طنجة. طيب وانطلقوا لطنجة يا ولاد، هم كانوا بنفس الحماسة اللي كانوا بيدخلوا فيها اي معركة، لكن في طريقهم الى طنجة قابلوا مدينة تيهرت. المدينة دي كانت ايه بقى؟ كانت عبارة عن ايه؟ هي احدى المدن الحصينة في عهد الروم. يبقى هم رايحين لطنجة قبلوا طريق مدينة تيهرت. تيهرت كانت احدى المدن الحصينة في عهد الروم. طب ايه موقف مدينة تيهرت؟ طبعا تيهرت اهلها كانوا بيسمعوا عن باقي المدن واللي كان بيحصل فيهم من دخولهم الحرب مع عقبة، فخشي اهلها ان يخرجوا لقتال المسلمين فيلقوا نفس المصير الذي لاقاه اهل المدن الاخرى. يبقى هم خافوا ان هم يخرجوا لقتال عقبة والمسلمين حتى لا يلاقوا نفس مصير الايه المدن الاخرى. لذلك قرروا ان هم يعملوا ايه؟ قرروا ان يعتصموا بمدينتهم ويحاربوا المسلمين من وراء الاسوار. يبقى ماذا قرر اهل مدينة تيهرت؟ قرروا الاعتصام، يعني ان هم يحتموا بالمدينة بتاعتهم وداخلها ويحاربون المسلمون من وراء الاسوار. طب نبص مع بعض السؤال اللي يجي في الفكرة دي. ما المدينة التي وجدها المجاهدون في طريقهم إلى طنجة؟ قلنا إيه هي المدينة؟ مدينة تيهرت. تمام، وقلنا مدينة تيهرت كانت ملا كانت إحدى المدن الحصينة في عهد الروم. يبقى السؤال تاني، ما المدينة التي وجدها المجاهدون في طريقهم إلى طنجة؟ قلنا هي مدينة تيهرت. طيب وكانت إحدى المدن الحصينة في عهد الروم. طب ممكن نسأل سؤال تاني في الفكرة دي، كيف وجد عقبة مدينة تيهرت؟ وجدها ازاي بقى؟ قلنا نجيب الإجابة، يقول لي وجدها مغلقة الأبواب. طب تعالوا نتكلم بقى، عندما احنا قلنا دلوقتي هو رايح لطنجة هيلاقي مدينة تيهر، طب لما وصل ليها طبعا هيحاربها او هيفتحها، طب لقى ايه فيها بقى؟ وجدها مغلقة الأبواب، وسمع صوت الجند من خلف الأسوار يحذرون انفسهم من حرب المسلمين. راح لقاهم اللي هم قافلين كل ابواب المدينة عليهم، وكان الجند من خلف الأسوار عمالين يحذروا نفسهم من حرب الايه المسلمين. طب ده دليل على ايه يا اولاد؟ دليل على خوفهم من ملاقات عقبة وجيشه، وخوفهم من ملاقات حرب المسلمين. علشان كده في اللحظة دي لما عقبة لقى المدينة مغلقة الأبواب وسمع صوت الجند من خلف الأسوار، أدرك حاجة مهمة جدا. أدرك إيه بقى؟ أدرك أن الروم والبربر لا قدرة لهم على مواجهته. أدرك أن الروم والبربر لا قدرة لهم على مواجهته. طيب أنا دلوقتي عقبة والمسلمين رايحين يحاربوا المدينة، لقاها مغلقة الأبواب، هيعمل إيه؟ مش ما خرجوش لملاقاته، بالطبيعي إن هو يحاصرهم. علشان كده فعلا عقبة حاصرهم بضعة أيام، وبعد كده حصل حاجة إن الملك مدينة تيهرت اضطر إلى التسليم ودفع ما يطلبه المسلمون من ضريبة الدفاع. يبقى النقطة دي بتتكلم إن عقبة وهو رايح لطنجة يفتحها قابل مدينة تيهرت في طريقه، ومدينة تيهرت ديت كانت إحدى المدن الحصينة في عهد الروم، وأهلها خافوا أن يخرجوا لقتال المسلمين حتى لا يلاقوا نفس مصير أهل المدن الأخرى. عقبة عندما ذهب لفتحها وجدها مدينة مغلقة الأبواب، وسمع صوت الجند من خلف الأسوار يحذرون أنفسهم. في هذه اللحظة أدرك عقبة أن الروم والبربر لا قدرة لهم على مواجهته، هم خايفين من ملاقاته. طيب عقبة هيتصرف ازاي في اللحظة دي؟ حاصر المدينة بضعة أيام. طب وفي وقت الحصار اللي حصل، اضطر ملكها إلى إعلان التسليم، سلم ودفع ما يطلبه من المسلمين من ضريبة الإيه؟ الدفاع. تعالوا نشوف بقى السؤال بتاعنا، كيف وجد عقبة مدينة تيهرت؟ الإجابة، وجدها مغلقة الأبواب وسمع صوت الجند من خلف الأسوار يحذرون أنفسهم من حرب المسلمين.
تاني، يبقى كيف وجد عقب مدينة تيهرت؟ وجدها مغلقة الأبواب، وسمع صوت الجند من خلف الأسوار يحذرون أنفسهم من حرب المسلمين. طب في هذه اللحظة أدرك عقبة إدراك أو عرف حاجة مهمة جدا. عرف إيه في اللحظة دي؟ وماذا أدرك؟ نبص مع بعض. أدرك أن الروم والبربر لا قدرة لهم على مواجهته. يبقى ماذا أدرك عقبة في هذه اللحظة؟ أدرك أن الروم والبربر لا قدرة لهم على مواجهته. طب السؤال اللي بعده لما يقول لي كيف استولى أو خشي أهل تيهرت أن يلقوا مصير أهل المدن السابقة، فماذا قرروا؟ إحنا عرفنا أن أهل تيهرت خاف أن هم يلاقوا نفس المصير بتاع المدن السابقة، فقرروا يعملوا إيه؟ هل خرجوا لملاقات عقبة ولا احتموا واعتصموا داخل المدينة؟ يبقى قرروا أن يعتصموا بمدينتهم ويحاربوا المسلمين من وراء الأسوار. يبقى ماذا قرروا؟ قرروا أن يعتصموا بمدينتهم ويحاربوا المسلمين من وراء الأسوار. طب حد فاكر كان ليه قرروا أن هم يعتصموا داخل المدينة؟ قلنا حتى لا يلاقوا نفس مصير المدن الأخرى. طيب نبص مع بعض السؤال اللي بعده، لماذا حذر الجنود أنفسهم من الخروج لقتال المسلمين؟ دلوقتي الجنود حذروا نفسهم من الخروج لقتال المسلمين ليه؟ لأن ليه بقى؟ حتى لا يلاقوا نفس المصير الذي لاقاه أهل المدن الأخرى. يبقى لما اتكلمت لماذا حذر الجنود أنفسهم من الخروج لقتال المسلمين؟ حتى لا يلاقوا أو حتى لا يلقوا نفس المصير الذي لاقاه أهل المدن الأخرى. طيب نبص مع بعض الجزئية الجاية، بيقول لي بقى ايه، كيف استولى عقبة على مدينة تيهرت؟ قلنا طبعا ان هو راح وجدها محصنة الابواب، يبقى استولى عليها ازاي بقى؟ حاصرها بضعة ايام حتى اضطر ملكها الى التسليم ودفع ضريبة الدفاع. يبقى استولى عقبة على مدينة تيهرت ازاي؟ حاصرها بضعة ايام، اضطر ملكها الى التسليم ودفع ضريبة الدفاع. يبقى تاني، كيف استولى عقبة على مدينة تيهرت؟ اسمع الاجابة مرة كمان، حاصرها بضعة ايام حتى اضطر ملكها الى التسليم ودفع ضريبة الدفاع. طيب نيجي بعد كده، طبعا بعد ما عقبة تسلم ضريبة الدفاع افتكر فضل ربنا عليه، وافتكر ان ربنا اعانه على الجهاد، وطلب من ربي في هذه اللحظة ان يعينه على الجهاد، مواصلة الجهاد، قائلا اللهم انك تعلم اني اجاهد في سبيلك فاعني على مواصلة الجهاد. قال تاني، يبقى القائل ده عقبة قال وطلب من ربه ان يعينه على مواصلة الجهاد قائلا، ماذا قال؟ اللهم انك تعلم اني اجاهد في سبيلك فاعني على مواصلة الجهاد. طيب يبقى لما يسألني سؤال مهم جدا، ماذا طلب عقبة من ربه بعد تسلمه الضريبة من ملك تيهرت؟ مين مركز؟ طلب عقبة من ربه أن يعينه على مواصلة الجهاد. وبما أمر جيشه في اللحظة دي خلاص هو انتهى من تيهرت، هو أصلا الهدف الرئيسي اللي كان رايح يفتحه هو فتح طنجة، عشان كده بعد ما يخلص تيهرت هيستكمل لإيه؟ إلى طنجة. علشان كده في اللحظة نفس الوقت أمر جيشه بالانطلاق إلى طنجة. طب تعالوا بص بقى، يبقى لما يسألني سؤال وبما أمر جيشه، أمرهم بالانطلاق إلى طنجة، أمرهم بالانطلاق إلى إيه؟ طنجة. بس وهو مشي يا ولاد في طريق لطنجة، طبعا هي تيهرت، وهو عشان يوصل من تيهرت لطنجة مر بعدد من البلاد. البلاد دي كان أهلها طبعا سمع اللي حصل بتيهرت واللي في معركة المصير وأدنى والذئب وأي بلد عقبة فتحها، فهم لوحدهم أعلنوا دخلوا الإسلام وأعلنوا إسلامهم. طيب وكان ليهم ثلاث مواقف مع عقبة. أول حاجة عملوا إيه؟ بمجرد علم أهل هذه البلاد بتقدم عقبة خرجوا مهللين مكبرين يحيونه. يبقى رقم واحد عملوا إيه؟ خرجوا مهللين مكبرين يحيونه. يعني إيه مهللين؟ قائلين لا إله إلا الله. يعني إيه مكبرين؟ قائلين الله أكبر، ودي طبعا بتتقال بالفرحة، يبقى والفرحة بالنصر. يبقى هم مجرد لما خلص عقبة فتح تيهرت وانطلق إلى فتح طنجة مر بعدد من البلاد، أهل هذه البلاد كان ليهم موقف مع عقبة، عملوا إيه؟ خرجوا مهللين مكبرين يحيونه. طب رقم اتنين، يزودون جيشه بما شاء من طعام وأسلحة وماء. يزودون جيشه بما شاء من طعام وأسلحة وماء.
بدأوا يمدوا الجيش، لو ناقص طعام يديهم مية، يديهم أسلحة يزودوهم بيها. طب رقم ثلاثة، موقف أهل البلاد دي إيه كمان يا ولاد؟ انضم عدد كبير من أهل هذه البلاد إلى جيش عقبة. تطوع، يعني إيه تطوع؟ يعني من نفسهم. عقبة ما طلبش منهم إن هم ينضموا للجيش، ده هم أهل هذه البلاد انضموا من نفسهم تطوعا. أهو يبقى انضم أو تطوع عدد كبير من أهل هذه البلاد للانضمام إلى جيش عقبة للجهاد. يبقى الجزئية دي بتتكلم إن عقبة بعد فتح التيهرت وانتقاله إلى طنجة مر بعدد من البلاد. طب البلاد دي كانت مالها يميس؟ البلاد دي كان أهلها علموا بما حدث فأعلنوا إسلامهم، دخلوا الإسلام على طول، وكان ليهم 3 مواقف مع عقبة وجيشه. بمجرد قراءته الجيش خرجوا مهللين مكبرين يحيون القائد، يزودونه بما شاء من طعام وسلاح وماء. رقم 3، انضم عدد كبير منهم إلى جيش عقبة تطوعا للجهاد في سبيل الله. طيب نشوف الأسئلة في الجزئية دي. س7، كيف استقبل عقبة من البلاد التي مر بها في طريقه إلى طنجة؟ قلنا 3 نقط، مين فاكرهم؟ رقم 1، خرج أهلها مهللين مكبرين يحيونه يزودون جيشه بما شاء من طعام وسلاح وماء. تطوع عدد كبير من أهله أو من أهل هذه البلاد للانضمام إلى جيشه للجهاد. يبقى تاني، يبقى كيف استقبل عقبة من البلاد التي مر بها في طريقه إلى طنجة؟ إزاي كان استقبال أهل هذه البلاد لعقبة؟ 1، خرج أهلها مهللين مكبرين يحيونه. 2، يزودون جيشه بما شاء من طعام وسلاح وماء. رقم 3، تطوع عدد كبير من أهل هذه البلاد للانضمام إلى جيشه للجهاد. تطوع عدد كبير من أهل هذه البلاد للانضمام إلى جيشه للجهاد. طيب نيجي بعد كده، عقبة بقى فعلا هيوصل لطنجة. طيب مين كان ملك طنجة في الوقت ده يا ولاد؟ كان واحد اسمه يوليان الغماري. يبقى مين ملك طنجة؟ يوليان الغماري. يوليان الغماري دوت كان ما بيضمرش، كان بيحب المسلمين ولا يضمر لهم شرا ولا يناصبهم عداء. يعني يضمر يعني يخفي، يناصبهم يعني يظهر لهم، يعني ولا كان في يظهر ولا يخفي لهم اي عداء او اي شر للمسلمين. فبمجرد لما عرف ان عقبة على وصول إلى طنجة جمع رجاله وخرج لاستقبال القائد العربي والترحيب به. ليه بقى؟ قلنا لأن هذا الملك كان لا يدمر شر للمسلمين ولا يظهر لهم عدائا. واستضاف عقبة وعدد من ضباطه يوليد في قصره، وهو كان قصره مطل على البحر. طب استضافهم ليه بقى؟ استضافهم لسببين. أول حاجة قدم لهم هدايا نفيسة، وده دليل على تقدير العقبة وجيش. تاني حاجة عايز يعرفه ان هو أعلن موافقته على كل مطالب المسلمين، ان هو موافق على اي مطلب المسلمين يطلبوه، هو اعلن موافقته على كل مطالب المسلمين. تمام. طيب احنا عارفين في ديننا طبعا بيقول ان لو اللي قدامك بيميل ان هو يدخل معاك في السلام، تقبل السلام ولا ترفضه؟ طبعا نرفضه. ففي اللحظة دي تذكر عقبة قول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. في اللحظة دي تفكر ده. فعلشان كده عقبة، طب تعالوا نشوف بقى معايا في السؤال اللي بعد، ما اسم ملك طنجة وكيف استقبل عقبة وجيشه؟ طبعا ملك طنجة يا ولاد كان اسمه ايه في الوقت ده؟ يوليان الغماري. يبقى اسم ملك طنجة هو يوليان الغماري. طيب وكيف استقبل عقبة وجيشه؟ ازاي استقبل عقبة وجيشه؟ قلنا ان هو خرج في جمع من ضباطه واستضافهم في قصره المطل على البحر، قدم لهم هدايا نفيسة، اعلن موافقته على كل مطالب المسلمين. يبقى استقبلهم ازاي؟ خرج في جمع هو ورجاله. تاني، خرج في جمع هو ورجاله، استضاف عقبة وعدد من ضباطه وقدم لهم هدايا نفيسة، أعلن موافقته على كل مطالب المسلمين. طيب تعالوا نشوف السؤال الإجابة. يبقى ما اسم ملك طنجة؟ يوليان الغماري. برافو. كيف استقبل عقبة وجيش؟ ازاي استقبل ملك طنجة عقبة وجيشه؟ خرج في جمع من رجاله لاستقبال القائد العربي والترحيب به. يبقى رقم 1 اللي هو خرج في جمع من رجاله لاستقبال القائد العربي والترحيب به. رقم 2، استضاف عقبة وعددا من ضباطه في قصره المطل على البحر وقدم لهم هدايا نفيسة، وانا دليل على حبه ليهم وتقديره ليهم، واللي كمان ان هو يعلن ليهم ان هو ما فيش في قلبه اي حاجة وان هو يدخل الاسلام.
رقم 3 أعلى موافقته على كل مطالب المسلمين. يبقى أعلى موافقته على كل مطالب المسلمين. طيب لو سألتك سؤال مهم جدا، احنا قلناه وانا اشرح، لماذا احسن ملك طنجة استقبال عقبة وجيشه؟ ليه هو استقبال عقبة وجيشه؟ هو ليه احسن استقبالهم؟ قلنا لان هذا الملك كان لا يدمر شر للمسلمين ولا يظهر لهم عداء. يبقى كان لا يدمر شر للمسلمين ولا يظهر لهم العداء. يبقى تاني، لماذا احسن ملك طنجة استقبال عقبة وجيشه؟ لانه كان لا يدمر شر للمسلمين ولا يظهر لهم العداء. مش بس كده بقى يا اولاد، ده بعد ما هو خلص معاه مع ملك، بعد ما قعد مع ملك طنجة واعلن ان هو يدخل المسلمين وهو هيدخل الاسلام ووافقته على كل مطالب المسلمين، عقبة توجه اليه وحب يتكلم معاه وياخد رأيه في حاجة. قال له ان انا، او يقول له يلفت انتباهه لحاجة. ثم التفت الى يوليان وقال لهم، عقبة اخبره بايه بقى يا اولاد؟ ان البلاد الواقعة من بركة الى طنجة أصبحت خاضعة لحكم الإسلام. إن البلاد الواقعة من بركة إلى طنجة أصبحت خاضعة حكم الإسلام. إن البلاد الواقع إن البلاد الواقعة من بركة إلى طنجة أصبحت خاضعة لحكم الإسلام. عايز يعرفه إن دلوقتي عقبة بيقدر وبيحكم، وكل البلاد من بركة لطنجة هي خاضعة لمين؟ خاضعة لعقبة. إن تفكيري الآن متجه إلى فتح الأندلس. يبقى دلوقتي عقبة خلاص البلاد من بركة لطنجة خاضعة ليه، تحت حكمه وحكم الإسلام. دلوقتي بيفكر في إيه بقى؟ بيفكر يميس إلى فتح الأندلس. ليه؟ وجعلها دولة واحدة مع المغرب، وجعلها دولة واحدة مع المغرب. يبقى عقبة كان بيفكر في إيه؟ بيفكر في فتح الأندلس. ليه يفتح الأندلس؟ لجعلها دولة واحدة مع المغرب. طيب دلوقتي هو قال له، او اخبر عقبة، ملك عقبة اخبر يوليان الغماري اللي هو ملك طنجة بان هو يريد فتح الأندلس علشان تكون دولة واحدة مع المغرب. طب دلوقتي هينصحه نصيحة، ايه النصيحة اللي هينصحها ملك طنجة لعقبة؟ قال له اني انصحك بعدم الاشتباك مع القوط. يبقى انا بنصحك بعدم الاشتباك مع مين؟ القوط. مين القوط ده يمس؟ هو الشعب اللي احتل يا ولاد الاندلس في الوقت ده. يبقى القوط هم الشعب اللي كان محتل الاندلس. قال له ما ينفعش ان انت تدخل معاهم في معركة في الوقت ده. ليه؟ لان قواتهم تفوق قواتك الاف المرات، لان قواتهم تفوق قواتك الاف المرات. يبقى نصحه بعدم الاشتباك مع القوط لان قواتهم تفوق قواتك الاف المرات. ونصحه كنصيحة تانية، انت كنت عايز تفتح الاندلس، لا ما تفتحش الاندلس علشان عندهم قوات هتفوقك الاف القوات. وروح افتح مين؟ انصحك بفتح السوس الاقصى والادنى. هتفتح ايه؟ السوس الاقصى والادنى. ليه بقى؟ لان سكان هذه البلاد من البربر. طبعا احنا عارفين ان عقبة لديه خبرة كبيرة باهل الايه؟ البربر. وانت قد خبرت البربر في كل حروبك وتعلم كيف تنتصر عليهم، لان عقبة عنده خبرة كبيرة في اهل البربر، هيعرف ازاي ينتصر عليهم. يبقى س10، فكر عقبة في فتح الاندلس فبما نصحه ملك طنجة. ولماذا؟ نشوف. نصحه بعدم الاشتباك مع القوط. لماذا؟ لأن قواتهم تفوق قوات عقبة آلاف المرات. يبقى السؤال تاني، فكر عقبة في فتح الأندلس فبما نصحه ملك طنجة. نصحه بعدم الاشتباك مع القوط. قلنا القوط هو الشعب اللي كان محتل الأندلس في ذلك الفترة. لماذا؟ لأن قواتهم تفوق قوات عقبة آلاف المرات. طيب ونصحه حاجة كمان، نصحه بفتح السوس الأقصى والأدنى لأن سكان هذه البلاد من البربر. وعقبة سكان هذه البلاد من البربر وعقبة صار خبيرا بالحرب معهم. يبقى نصحه بفتح السوس والأقصى، السوس الأقصى والأدنى. ليه؟ لأن سكان هذه البلاد من البربر وعقبة صار خبيرا بالحرب معهم. نعيد الأسئلة تاني، س1 أجيبه معاكم ثانية واحدة ونعيد الأسئلة تاني بسرعة. يلا مع بعض من الأول كده نفتكر. أول حاجة إن هو كان رايح يفتح طنجة، هتقابله مدينة سيهرت. يبقى إيه المدينة اللي وجدها المجاهدون في طريقه إلى طنجة؟ الإجابة قلنا مدينة سيهرت، وكانت إحدى المدن الحصينة في عهد الروم. طيب س2،
قلنا كيف وجد عقبة مدينة هيرت؟ مين فاكر؟ وجدها مغلقة الإيه بقى؟ الأبواب. ووجد الجند من أو سمع صوت الجندي من خلف الأسوار يحذرون أنفسهم من حرب المسلمين. يبقى وجد عقبة هذه المدينة إزاي وجدها؟ وجدها مغلقة الأبواب وسمع صوت الجندي من خلف الأسوار يحذرون أنفسهم من حرب المسلمين. في هذه اللحظة عقبة أدرك حاجة، أدرك أن الروم والبربر لا قدرة لهم على مواجهته، إن هم خايفين منه أصلا ومش قادرين يواجهوه ويحاربوه. يبقى أدرك أن الروم والبربر لا قدرة لهم على مواجهته. طب السؤال اللي بعده، سين ثلاثة، خشي أهل تيهرت أن يلقوا مصير أهل المدن السابقة، فماذا قرروا؟ مين فاكر؟ قرروا أنهم يواجهوا عقبة ولا يعتصموا بمدينتهم؟ يبقى قرروا أن يعتصموا بمدينتهم ويحاربوا المسلمين من خلف الأسوار. يبقى قرروا أن يعتصموا بمدينتهم ويحاربوا المسلمين من وراء الأسوار. لماذا حذر الجنود أنفسهم من الخروج لقتال المسلمين؟ طب هم ليه أصلا اعتصموا داخل المدينة وخايف أنهم يخرجوا لقتال المسلمين؟ قلنا ليه؟ حتى لا يلاقوا أو حتى لا يلقوا نفس المصير الذي لاقاه أهل المدن الأخرى. يبقى حتى لا يلقوا يعني لا يجدوا نفس المصير الذي لاقاه أهل المدن الإيه؟ الأخرى. طيب كيف استولى عقبة على مدينة تيهرت؟ استولى عليها إزاي؟ مين فاكر؟ أيوة، حاصرها بضعة أيام حتى اضطر ملكها إلى التسليم ودفع ضريبة الدفاع. يبقى كيف استولى عقبة على مدينة تيهرت؟ حاصرها بضعة أيام حتى اضطر ملكها إلى التسليم ودفع ضريبة الدفاع. طيب ماذا طلب عقبة من ربه بعد تسلمه الضريبة من ملك تيهرت؟ أول لما تسلم الضريبة من ملك تيهرت طلب إيه من ربنا؟ وبما أمر جيشه. نشوف الأول طلب إيه؟ مين فاكر؟ طلب منه أن يعينه على مواصلة الجهاد. يبقى طلب منه أن يعينه على مواصلة الجهاد. وبما أمر جيشه أمر جيشه بالانطلاق إلى طنجة. يبقى بما أمر جيشه بالانطلاق إلى طنجة. طيب سين سبعة، كيف استقبل عقبة من البلاد التي مر بها في طريقه إلى طنجة؟ قلنا هو خل بعد تيهرت، هو رايح لطنجة مر بعدد من البلاد. أهلها طبعا أعلنوا إسلامهم بمجرد ما عرفوا إن عقبة على وصول، وعملوا معاه إيه بقى؟ خرج أهلها مهللين مكبرين يحيونه، يزودون جيشه بما شاء من طعام وسلاح وماء. يبقى تاني، كيف استقبل عقبة من البلاد التي مر بها في طريقه إلى طنجة؟ خرج أهلها مهللين مكبرين يحيونه، يزودون جيشه بما شاء من طعام وسلاح وماء. تطوع عدد كبير من أهل هذه البلاد للانضمام إلى جيشه للجهاد. يبقى تطوع عدد كبير من أهل هذه البلاد للانضمام إلى جيشه للجهاد. سين تمانية، ما اسم ملك طنجة؟ قلنا اسمه ايه؟ مين فاكر؟ يوليان الغماري. وكيف استقبل عقبة وجيشه؟ ازاي الملك تستقبل عقبة وجيشه؟ قلنا خرج في جمع من رجاله لاستقبال القائد العربي. اتنين، استضاف عقبة وعددا من ضباطه في قصر، والقصر ده كان مطل على البحر، وقدم لهم هدايا ايه؟ نفيسة. وفي الوقت دوت أعلن موافقته على كل مطالب المسلمين. يبقى أعلن موافقته على كل مطالب المسلمين. طب حد فيكم يقول لي مس، هو ملك طنجة ليه عمل كده مع عقبة والمسلمين؟ لأنه أصلا ملك طنجة ما كانش بيضمر ولا يخفي ليهم شر ولا بيزر ليهم عداء. نشوف. يبقى سين تسعة، لماذا أحسن ملك طنجة استقبال عقبة وجيشه؟ ليه أحسن استقبال عقبة وجيشه؟ لأنه كان لا يضمر شرا للمسلمين ولا يظهر لهم العداء. يبقى تاني، لماذا أحسن ملك طنجة استقبال عقبة وجيشه؟ لأنه كان لا يضمر شرا للمسلمين ولا يظهر لهم العداء. آخر سؤال، فكر عقبة في فتح الأندلس فبما نصحه ملك طنجة؟ طب لما عقبة فكر إن هو يفتح الأندلس، ملك طنجة بقى نصحه بإيه؟ بص مع بعض، نصحه بعدم الاشتباك مع القوط لأن قواتهم تفوق قوات عقبة آلاف المرات. يبقى نصحه بعدم الاشتباك مع القوط لأن قواتهم تفوق قوات عقبة آلاف المرات. طب وليه؟ ونصحه بحاجة كمان، انت عايز تفتح بس ما تفتحش الأندلس اللي هما كان بيحتلها او الشعب اللي محتلها بيسمى بالقوط، روح افتح ايه بقى؟ نصحه بفتح السوس الأقصى والأدنى.
اشمعنى السوس الأقصى والأدنى؟ لأن سكان هذه البلاد من البربر، وعقبة صار خبيرا بالحرب معهم، يعني يقدر ان هو ينتصر ايه عليهم. وشكرا كده الفصل خلص، وشكرا سنة أولى.